إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد نصر الله بني إسرائيل على فرعون وعبروا البحر بمعجزة عظيمة، وأغرق المولى سبحانه وتعالى عدوهم وهم ينظرون إلى ذلك المشهد. فلما أن نجاهم المولى سبحانه وتعالى من هذا الكرب العظيم، أرادوا أن يعبدوا الأصنام لمجرد أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام له. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فزجرهم ساعتها سيدنا موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل ووبخهم بشدة، قال إنكم قوم تجهلون. ومعه حق، لأنه آية إنجائهم من عدوهم
وإن هم يشوفوا آية إغراق عدوهم وهم ينظرون، وبمجرد خطوات بسيطة مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم فيسألون سيدنا موسى نبيهم هذا السؤال القبيح، كان لابد أنه يقول لهم إنكم قوم تجهلون، فخافوا وانزجروا لأنهم كانوا بيخافوا من سيدنا موسى، وعادوا إلى الحق. ولما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه وغاب عن بني إسرائيل مدة من الزمن 40 ليلة، انقطع فيها كان للتعبد والتبتل والدعاء والصيام استعدادا للقاء مولاه، ده كان بأمر المولى سبحانه وتعالى. رجع سيدنا موسى ووجدهم قد خالفوا أوامره، ولقاهم كمان بيعبدوا العجل اللي صنعوا السامري له، وهو سيدنا موسى كان تركهم وأمر عليهم سيدنا هارون، يعني خلى سيدنا هارون هو الخليفة عليهم إلى أن يعود، وده خوفا من إن هم يرتدوا كما أرادوا قبلا أن يرتدوا بعد ما ربنا نجاهم من عدوه. والحقيقة إنه سيدنا هارون لم يتمكن من القيام بهذه المهمة للأكثرية اللي غلب عليها الفساد والميل إلى الوثنية من بني إسرائيل، فعنف سيدنا موسى عليه السلام بشدة وأنب بشدة سيدنا هارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل، وأغلظ عليه كمان، أغلظ عليه في إنه شده من بيمينه من رأسه وبشماله من لحيته وجره وهزه بعنف، وأغلظ عليه الاقتصار على تغيير الحال اللي كانوا عليه ده فقط بالقول، لأنه هو كان شايف سيدنا موسى أنه كان لابد أن يضرب على أيديهم بيد من حديد، هم كده حتى في التوراة مذكور إنهم قوم غلاظ الرقاب، يعني عايزين شدة في التعامل معاهم، ما ينفعش معاهم اللين. وسيدنا هارون كان مستسلم لحساب وعتاب والعقاب اللي كان كمان سيدنا موسى سيوقعه على سيدنا هارون، كان مستسلم لأنه كان مقدر جدا غضب سيدنا موسى، غضب سيدنا موسى للحق، هو ولاه على أمر، فهو بيحاسبه وبيعاتبه بشدة، لأن ما فيش أفظع من إن الإنسان بعد أن يكون موحدا أن يلج في طريق الشرك. فبدأ سيدنا هارون يستعطف سيدنا موسى ويسترضيه، وده سيدنا هارون كان حليم في نفس الوقت زي ما قلت مقدر جدا لما لغضب سيدنا موسى، حاول يسترضيه عشان يقدر يتمكن من تخليص رأسه من بين يديه، وقال له قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. فذكر سيدنا هارون لسيدنا موسى إنه السبب الحقيقي وراء إنه لم يستطع التحكم فيما قامت به بنو إسرائيل من اتباعهم السامري في عبادة العجل كما ذكر القرآن الكريم، قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يعني حقيقة الأمر يا موسى، وإنه إن هارون بيوضح ده، إنه نهاهم عن الكفران ونهاهم عن العصيان ونهاهم عن إن هم يعني يكذبوا موسى، وأمرهم سيدنا هارون بأنهم يتبعوا أوامر الله تعالى إلا أرسلها إليهم مع سيدنا موسى عليه السلام، وإنه سيدنا هارون عليه السلام في بيانه ده في شرحه ده في توضيحه لعذر الحال والموقف اللي هو فيه بيبين لسيدنا موسى بأنه لم يقصر في نصحهم، لكن بني إسرائيل استذلوه وقهروه، ويبدو إنه ثمت صراع حدث حتى كادوا ساعتها إنهم يقتلوا سيدنا هارون مع القلة المؤمنة التي ثبتت على الحق، الأكثرية مشيت ورا السامري وعبدوا العجل الذهبي وأخذوا يعكفون عليه ويرقصون ويغنون حوله ويعتقدون أنه إلههم، وبعد كده
القلة اللي ثبتت مع هارون كانت قلة تتعدى على الإيدين، يعني بضع ممن آمن وثبت على الإيمان. ويبدو أن في خد وهات وصراع وشد وجذب، حتى بدأوا يهددوا سيدنا هارون بأن هم هيقتلوه. فسيدنا هارون اجتهد في الحال وفي الأمر على أن دول أكثرية وأن دول قلة وهتحصل حرب بين بني إسرائيل، فرجح واجتهد على أنه الأولى ترك الأمر إلى أن يعود موسى عليه السلام. لذا رجا هارون أخاه موسى ألا يعني يعاقبه وألا يسيء إليه عشان لا يسر ولا يفرح الأعداء به وإنهم يشمتوا بتعنيفه. والجزئية دي تقول إنه هناك يمكن كان في صراع بينهم على الزعامة، يمكن كانوا مبسوطين أو السامري كان مبسوط بالحال ده إن هم بيسمعوا كلامه، وعمل لهم العجل بصنعة علمية معينة خلت إن يبقى له صوت، فهم يفتكروا إنه ده إله جهل وبلادة فكر، وعكفوا على هذه الأصنام وهو مبسوط بقى بهذه الزعامة، وبدأوا يهددوا سيدنا هارون بالقتل وبدأوا يستذلوه ويقهروه. فزي ما قلت لحضراتكم هو اجتهد على قدر المتاح وعلى قدر الموقف والظرف وإمكاناته في ذلك الوقت. عشان كده رجا سيدنا موسى انه يبطل انه ما يعنفوش، ورجاه انه ما يجعلهوش كمان في عداد الظالمين اللي عبدوا العجل. رجاه سيدنا هارون عشان يقول له ما تخليش الاعداء تشمت فيا. يبدو اللي كانوا بيتصارعوا على ذلك وبيصارعوا سيدنا هارون، او بيقولها سيدنا هارون يعني على سبيل العاده زي ما تقول ما تشمتش فيا الاعداء، انه مش عايز حد يفرح في اني انت يعني بتأنبني وبتشد عليا، كما قال الله تعالى في كتابه حكايه على لسان نبيه هارون: فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فطلب سيدنا هارون ده كان كناية عن إنه وفيها تودد لسيدنا موسى إنه يترك موسى عقابه، ألا يوقع عليه عقاب، لأنه أمره على شيء وولاه عليه وهو جاي حسبه وكمان يعاقبه لأنه اعتقد إنه فيه تقصير أو تفريط، فهو وضح الموقف. وعند هذا ترك سيدنا موسى رأس أخيه هارون بعد أن تحققت له براءة سيدنا هارون عليه السلام من التقصير، وبعدها على طول أقبل موسى على ربه يرجو منه المغفرة، سأل الله المغفرة له ولأخيه. فدعا سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فابتدى سيدنا موسى دعاءه، طلب المغفرة لنفسه تأدبا. يبتدى، وده من على فكرة من أداب الدعاء، حتى مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام من أداب الدعاء أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه أولا ثم يبدأ بالدعاء لمن يشاء. وسيدنا موسى عليه السلام ابتدى دعاءه بطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله تعالى فيما ظهر عليه من الغضب، ما هو غضب سيدنا موسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وعنفه، وغضبه ده كان غضب لله. لكن سيدنا موسى ابتدأ بطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله لحالة الغضب اللي كان عليه، ثم طلب المغفرة بعد كده لأخيه هارون فيما عسى إنه يكون يعني ظهر منه من تساهل أو يعني في ردع عبدة العجل عن فعل ذلك. وسأل ربنا إنه يدخل في رحمته هو وأخوه، يعني معنى الإدخال في الرحمة وأدخلنا في رحمتك. أدخلنا هنا دي استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهم، يعني ده يا رب اشملنا برحمتك في كل أحوالنا وأوضاعنا، ده معنى أدخلنا في رحمتك، بحيث إن هم يكون كالمستقر في بيت. أنت لما بتوصل بتدخل مكان عشان تستقر فيه، فيشملك المكان ده، دخلت بيت مثلا أو دخلت أي مكان مما يحوي، يعني أي مكان تدخله، ف
فبيبقى شاملك، تقعد في البيت، تقعد في مكان، في أي مؤسسة، هذا المكان يشملك، هذا البيت يشملك. فبيسأل ربنا إنه يشمله بالرحمة، هو وأخوه هارون عليهما السلام، تشملهم الرحمة الإلهية في كل وقت. وكان ختام الدعاء بقوله: وأنت أرحم الراحمين. يعني أنت يا رب الأشد رحمة من كل راحم، فارحمنا واشملنا برحمتك على كل حال وفي كل وقت وحين. كل الأحداث دي بتجري وبنو إسرائيل ينظرون بذهول وخوف شديدين من سيدنا موسى عليه السلام، بعد أن كذبوه وخالفوه ونبذوا ما أرسل به واتبعوا ما صنعه لهم السامري بمكره وخبثه. وصدق الله العظيم: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا الكريمة قناة أون. وبنذكر حضراتكم بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، دي صفحتنا بنتواصل مع حضراتكم من خلالها، بناخد الأسئلة والإجابة من خلال الشاشة. سريعا لأن الوقت النهاردة معنا مش كتير، ناخد الأسئلة على طول. أستاذة نعيمة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نعيم، وحشتيني يا دكتوره والله، شويه اللي غبتيهم دول ربنا يبارك لك. امين اجمعين، كتر خير حضرتك، الف شكرا. اتفضلي يا فندم. بصي لو سمحتي يا دكتوره، اتفضلي يا فندم، عاوزه اسال عن سوره التوبه. ايوه اتفضلي مع حضرتك. تفضلك الله. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ووبخ المشركين كتير فيها. تمام. انا عايز حضرتك تسمعيني من سماعه التليفون. وفي مش من سؤال تاني اللي هو وتجدن اشد الناس كفرا هم الاعراب. فيها برضو في نفس الصوره. حاضر. هم يعني اللي هم العرب ولا الشيعة حاليا؟ حاضر حاضر، شكرا يا استاذه نعيم. استاذة هالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عندي سؤالين يا دكتورة. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. السؤال الأول، زوجه هو سايق العربية داس على قطة غصب عنه. هل كده عليه ذنب؟ يعني القطة ماتت عليه ذنب أو يطلع كفارة؟ حاضر. السؤال التاني، وضع الحنة في الأظافر يبطل الوضوء؟ حاضر.
شكرا. في حاجة تانية؟ شكرا. العفو يا فندم. معانا أستاذة بدرية. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أول مرة أتصل بحضرتك. نورتينا ست بدرية. أنا جوزي متوفي من شهرين. ربنا يصبر حضرتك ويغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته يا رب. أنا لحد دلوقتي عارفة نار في قلبي. إنه إيه قادرة، وعلى طول أقرأ قرآن وأقرأ دعاء وأقرأ ده وأقرأ ده، ومش قادرة أهدى. يعني لا، هتهدي بالوقت. أنا طب عندي كام سؤال. اتفضل. وفي الآخر بيدعي لي بالصبر ولي بالرحمة. حاضر. ماشي؟ حاضر. أول سؤال، صلاة النوافل هل بتنفع الميت؟ حاضر. وبيقولوا بقى الدوس على القبر غلط. احنا بقى القبر بتاعنا حواليه بلاط، ساعات بنتطرب عايزين نكنسه ولازم ندوس عليه، فنعمل ايه؟ حاضر. طيب، وفي عندي سؤال تاني. اتفضلي يا فندم. كيف اطمئن على الميت؟ وهل هو بيعيش 40 يوم قبل ما يموت ميت على الدنيا؟ بيعيش ايه؟ 40 يوم قبل ما يموت وهو ميت بس ما بيقدرش يتكلم. حاضر. ومن الربانيون؟ مين هم الربانيون؟ حاضر يا فندم. ومعلش، معاكي معاكي معاكي، ده علم انتوا بتعلمونا. في القرآن ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، مين يقدر يضلل الله؟ ماشي، ادعي لي بقى الله يخليكي. انا نار في قلبي من جوه مش راضيه تتفي. نص ايه عندي لما بعيط بتقولي ايه؟ اعمل ايه؟ حاضر، ربنا يربط على قلبك، ربنا يربط على قلبك، ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا افرغ علينا صبرا يا رب اجمعين. طيب، ناخد سلمى وربنا يسهل. ايوه، اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه سلمى. انا متجوزه بقالي سنه وبابا. ايوه ايوه حضرتك، انا متجوزه بقالي سنه وبابايا مش بيكلمني ولا ليه مش بيكلمك الوالد؟ كان في مشاكل في الفرح، يعني مشاكل في الجواز، يعني عادية، يعني مش اللي هي حاجة كبيرة يعني. ايوه. وانا حاولت كتير اكلمه بعد ما اتجوزت عشان يجيلي ويخش. طب لما سألتيه قلتي له ايه اللي يرضيك؟ قال لك ايه؟ ولا بيرضي يكلمني. لما سألتيه ايه اللي يرضيك؟ قال لك ايه؟ مش كلمني خالص، هو كان في الفرح. يعني هو عايز ايه؟ يعني ايه اللي يرضيه؟ هو مامتي متفصله عن بابا. يعني انا بسالك سؤال يا سلمى، ايه اللي يرضيه؟ هو عايزني اروح اصالحه وجوزي مش راضي. انا مش فاهمه السؤال يا سلمى. سلمى انت سامعه؟ يعني بيقول لي انت مش عامله. يعني المساله دلوقتي في الزوج. طيب، عشان الوقت هم قالوا لي السؤال ان الزوج رافض انها تصالح والدها، صح كده يا تسنيم؟ ايوه، مش راضي يخليني عشان بيقول لي انت ولدتي ورحت دخلت العمليات وما مش جالك. تمام. طيب، حاضر يا سلمى، شكرا. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نقدر نجاوب قدر الطاقة على اكبر قدر ان شاء الله تعالى. شكرا. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه نعيمه كانت بتسال قبل الفاصل ان احنا في سوره براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الى نهايه بدايه سوره براءه، بتقول احنا ما بيبقاش فيها تسميه. نعم، ما فيش فيها تسميه في بدايه هذه السوره، هكذا جاءت بالوحي الشريف، يعني ده امر توقيفي بالتلقي عن النبي عليه الصلاه والسلام، اننا لا نستهل السوره بسم الله الرحمن الرحيم، وده مناسب
يعني قد نجد بعض الحكم اللي نبحث فيها انه كانت الحديث عن المشركين والمنافقين فناسب جدا عدم البدء بالرحمة في هذه الآية، لكن تلقاها القراء هكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع بداية سورة براءة. أما بالنسبة للأعراب أشد كفرا ونفاقا، حضرتك بتسألي ده صفة للأعراب عموما؟ لا، معنى الأعراب هنا بناء على أوصافهم بأن هم يعني كانوا في شدة وكانوا في غلظة قلب، يتكلم عن المجموعة، مش ليس المقصود بالعرب، لكن المقصود بها المجموعة دي في وقت نزول الوحي الشريف كانت بعيدة عن مصادر العلم، بعيدة عن مصادر المعرفة، بعيدة عن مصادر الوحي الشريف، فكانوا أشد كفرا ونفاقا، مش على قاعدة عامة، ولكن بتوصف حال هؤلاء اللي نزل ساعتها القرآن الكريم وكانوا هم لسه بعيدين كل البعد عنه، لأن بعد كده لما دخل الأعراب إلى الإيمان حسن إسلامهم وحسن إيمانهم، لكن بتوصف حال، وهناك سياق للآيات هي واردة فيه يا ست نعمة. بالنسبة للأستاذة هالة بتقول إن زوجها داس على قطة أثناء قيادة السيارة، فهل هناك كفارة؟ لا كفارة لذلك لعدم القصد، والإنسان عليه دائما أبدا أن يتوب ويستغفر مما رأى نفسه أنه وقع فيه ومما لم يعتبر أن ده شيء يعاقب عليه. الإنسان دائما يتوب ويستغفر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهذا حال المؤمنين دائما أبدا، وهو يعني تجديد التوبة، تجديد التوبة. طيب بالنسبة للحنة اللي بيحطوها على الأظافر، هل دي تنقض الوضوء؟ مدام هذا الشيء اللي بيتحط ملوش جرم، يعني ملوش حجم يمنع من وصول الماء للأظافر، فلا تؤثر على صحة الوضوء يا صاحبة السؤال الست هالة. الأستاذة بدرية توفي زوجها من شهرين، بتقرأ القرآن وبتدعي، هي مش عارفة تهدى إلى الآن، وبتسأل هل صلاة النوافل اللي نوهبها يعني تصل إلى المتوفى ولا لا؟ طبعا يصل مثل الثواب بالدعاء إن شاء الله تعالى، يعني أنا بتطوع بالصلاة وبقول إيه، اللهم هب مثل ثواب ما يعني تطوعت به لفلان أو إن أنا تنفلت به لفلان إليه، فبتصل إن شاء الله بعد ما بنخلص العبادة بالدعاء يا صاحبة السؤال. وكذا جميع الأعمال الطيبة أو القربات اللي بيتقرب بها الإنسان إلى مولاه، وأراد أن يهب بعض، يهب من يريد ثواب ما يقوم ويصنع، يسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم هب مثل ثواب ما أطعمت، ما قرأت من القرآن، ما صليت من النوافل لفلان. تمام، ده بالنسبة في صلاة النوافل إن أنا بتطوع بثوابها إلي. الأستاذة برضو بدرية هي بتقول إن هي ليها كذا سؤال، وبعدين هتكلم في النهاية على مسألة إن حضرتك مش عارفة تهدي بعد وفاة الزوج، بتتكلم برضو عن مسألة الدوس على القبر أو عدم، يعني أنا عايزة بس أنبه على جزئية مهمة دائما إحنا بننبه عليها، كما تعلمناها إن حرمة الإنسان وهو متوفي كحرمته حيا بل أشد. ليه؟ لأنه ما يملكش أنه يدفع عن نفسه، فالإنسان مصان في جميع أحواله، في طفولته، في شبابه، عند كبره، عند موته، له صيانة حرمة ذلك الإنسان، لأنه ده صنيعة الرب جل جلال الله. ومن هنا جاء التوجيه بالمحافظة على حرمة المقابر، فنجتهد في الحفاظ عليها قدر الطاقة، مع طبعا التنظيف وكل شيء قدر طاقتنا. صاحبة السؤال الست بدري. طيب بالنسبة للسؤال اللي حضرتك بتقولي انك مش قادرة يعني تتحملي، لازم الانسان هيمر بمحنة الابتلاء فيجزع او يصبر، ربنا افرغ علينا صبرا، واما هيلاقي نفسه بيقول انت بتعمل فيا كده ليه. المؤمن يقع عليه الابتلاء ويتوجع، وعلى شدة الوجيعة اللي هو فيها بيكون الأجر والثواب من الله تعالى.
هو المؤمن حيث أيوة بيتوجع، أمال هياخد ثواب على إيه؟ حتى الشوكة يشاكها العبد إلا وغفر له. شوف الشوكة شيء يألم الإنسان ولو قدر بسيط، والإنسان يصبر المؤمن وحيتوجع، ولكن حيبقى عنده حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، ويفكر ويجتهد إنه يخرج نفسه من الحالة اللي هو فيها. أنا قاعدة قافلة على نفسي وقافلة على أحزاني، حتكلك الأحزان لكن هي مرحلة وبالوقت حتعدي. أشغل نفسي بالصالحات، في نشاط اجتماعي أقوم بيه، في عمل خيري أقوم بيه، أحول الحالة الصعبة اللي أنا فيها إلى طاقة منتجة للخير، أخد ثواب وأوهب له مثل الثواب، يبقى أنا كده بتحرك عشان أخرج بره دايرة الأحزان. مش اللي دايرة الأحزان هي اللي تاخدني وتخنقني، لا، أنا أكسرها بإيدي وأعديها بثباتي على الإيمان وبالدعاء، دوام الدعاء، واصبر. وأفضل العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج، مش انتظار الفرج حاطط إيدي على خدي وما أخدش بالأسباب، لا، باخد بكل الأسباب، أقتل الأسباب أخذا، ليس ظنا في إن الأسباب هي تنفعني بذاتها، ولكن امتثالا للأخذ بالأسباب استجابة لأمر الله تعالى، إن أنا لازم أخذ بالسبب، لكن ظني كله وتعلق قلبي كله برحمات الله الرحمن الرحيم، وإنه يتداركني بلطفه، ويكثر إنسان من التوبة، ويكثر إنسان من الاستغفار، ويسأل الله اللطف، ربنا أفرغ علينا صبرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، أن تجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.
تشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.